بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الثانية للNMR، وانتهينا المرة اللي فاتت إن في 4 أسرار في الNMR سبيكتروم، دول لما نبص عليه لازم نتعرف عليهم. أول واحدة عدد السيجنالز أو البيكس اللي موجودة في السبيكتروم، مكان البيكس، الانتنسيتي بتاع كل بيك، لأن دي اللي هتقول لي عدد البروتونز في كل بيك، وبعد كده شكل البيك، السبليتنج بتاعها بيبين لي الاتاتشمنت بتاع الكربونز والبروتونز. تمام. طيب احنا اتفقنا ان كل مجموعه الكترو بروتونز ايكويفالنت هيطلعوا مع بعض، وايكويفالنت هنا يعني عليهم نفس الكترون كلاود، يعني متصلين بنفس مثلا الايه الاتومز، وعليه وفي تشابه بينهم. طيب قبل ما نبدا نعرف مكان كل بيك هيظهر ازاي، انا عايزك تبص للمركب دوت. المركب ده اسمه تترا ميثايل سيلين، يعني سيلين اتوم عليها 4 كربونز، كل كربون عليها ميثايل، يعني انا عندي تترا ميثايل. لما تبص كده، وسؤال بسيط، عندك كام سيجنال او كام بيك للبروتونز؟ احنا عندنا مبدئيا 12 بروتون. طيب بص على البروتونز دي، هل كلهم متشابهين؟ يعني لان كل 3 بروتون متصلين بالكربون، الكربون متصل بالسيليكون، ولان السيليكون بياخد التترا هيدرو ستراكشر، فالاربع ميثايلز دول زي بعض، يبقى انا عندي تقريبا 12 بروتون زي بعض. طيب يبقى الوان بيك هيظهر للمركب ده. طيب لما نيجي نعمل له نقيسه في الانوار. تاني حاجه، السيليكون الالكترون نيجاتيفيتي بتاعته بالنسبه للكربون مش عاليه، ولذلك الكربون بيبقى مش بتسحب منه اي الكترون كلاود، ولذلك نفس الحكايه بالنسبه للبروتون. يعني اقدر اقول ان الهيدروجنز بتوع الميثايل جروبس الالكترون كلاود عاليه جدا عليهم، فنقول ان هم شيلدد جدا، فانا عندي 12 بروتون وهايلي شيلدد، فعشان كده استخدموا التترا ميثايل سيلين ده، اعتبروه هو الستاندرد بتاعنا، اللي هنعتبر البروتون دوت نعتبره بتاعه بيظهر عند البوزيشن زيرو، يعني هنعتبر ده الزيرو. طيب البروتونز بتاع المركبات هلاقيها ان اقل في الشيلدنج منها، يعني تبقى دي شيلدد بالنسبه لها، يعني تبدا تظهر بعيد عنها شويه، فهنعتبر ده الزيرو بتاعنا، ده الستاندرد، وده ممكن نحطه في السامبل. يعني لما نيجي نعمل الان ام ار بندوب السامبل بتاعنا مثلا في سولفنت، وبعد كده بنبدا نحطها في الجهاز، هنحط معاها نقطه ايه، تترا ميثايل سيلين، عشان اعرف الصفر بتاعي فين. فده طبعا في اسباب كتيره خلتنا نستخدم التترا ميثايل سيلين، انه مش هتفاعل مع حاجه، ان البروتونز بتاعتهم شيلدد خالص، انه يعني في، عايزك تقرا في يعني في المذكره او في اي مصدر هتلاقي اسباب كتيره. اللي يهمني هنا ان انا اعتبر ده الصفر. طيب الله، طب البروتونز بتاع المركبات، المركب بتاعي هلاقي انها الالكترون كلاود على البروتونز هتبقى اقل من التترا ميثايل سيلين، فهنقول انها شيفت عن التترا ميثايل سيلين، فعشان كده يظهر مصطلح جديد، ترم جديد اسمه كيميكال شيفت. يبقى انا لو اعتبرت الزيرو عندي هنا تترا ميثايل سيلين بروتونز، يبقى اللي هيظهر بعدها ايه؟ المركبات بتاعتي تظهر عند مثلا 120 هرتز، عند 240 هرتز. طبعا احنا بنستبدل الهرتز دي بارقام اللي هي البارت بير مليون، يعني هعتبر التي ام اس او تترا ميثايل سيلين عند صفر، يبقى شيفتد 1 بارت بير مليون من التترا ميثايل سيلين، 2 بارت بير مليون من التترا ميثايل سيلين، وهكذا. فالسكيل في الان ام ار عشان نبقى موحدينه هيبقى 0 لغايه مثلا 10 11، يعني في اعلى من 10، بس هتلاقيها بالارقام بالطريقه دي 1 2 3، مش زي مين الاي ار، وده اللي على الاكس اكسس، ده البارت بير مليون. امال ايه يا دكتور، هنا 120 وهنا 600؟ قال لي انا ممكن استخدم اجهزه السنسيتيفيتي بتاعتها مختلفه، فبالتالي مهما يختلف قوه الماجنت اللي بستخدمه في الجهاز، ممكن نحول الداتا الى ايه، نفس السكيل 1 2 3 4. وما ايه اللي هيختلف فيها؟ هيختلف في الريزوليوشن، الريزوليوشن هيزيد من جهاز لجهاز، المواضيع دي هنعرفها بعدين. اللي يهمني هنا ده البوزيشن، يعني اول حاجه لما ابص على السبيكتروم هلاقي ان البروتونز حصل لها شيفتنج بالمقارنه بالتترا ميثايل سيلين، يبقى اللي عند الصفر ده تترا ميثايل سيلين، وبعد كده تبقى 1 2 3 بارت بير مليون، والدلتا دي اللي هي البوزيشن. فانا بقول ان السيجنال هتظهر عند 2، يبقى انا في شيفت من التترا ميثايل سيلين 2، او عند 3، او عند 4. ليه انا قارنتهم بالتترا ميثايل سيلين؟ لان التترا ميثايل سيلين البروتونز بتاعتهم اعتبرتهم صفر، اعتبرتهم ذا موست شيلدد، بس ده في حدود معلوماتك، مش في حاجات بتبقى شيلدد اكتر منها، دي لما تكبر تعرف. لكن عامه اغلب المركبات هتيجي البروتونز بعديها،
بعد مين؟ بعد التترميفيرسلين. طب اديني مثال يا دكتور على ازاي اعرف البروتونز بتاعتي هتظهر فين. احنا قلنا في اربع اسرار. اول حاجه لازم تعرفها، تقول انا عندي كام بروتون، كام بروتون زي بعض ايكويفالنت، كام بروتون نان ايكويفالنت، كام سيجنال بمعنى اصح، او كام بيك نفس المرادفات. بعد كده كل بيك مين اللي شيلدد اكتر من التاني. الله، يبقى كل ما تبقى شيلدد هتقرب بالتتراميثاسيلين، يبقى هتبقى عند واحد اثنين ثلاثه مثلا. كل ما يبقى دي شيلدد يبقى تبعد، يبقى توصل ل10. يبقى كل الحاجات اللي عند رقم كبير نقول عليها دي شيلدد، اللي عند رقم صغير نقول عليها شيلدد. طب ما تديني اكزامبل يا دكتور. ادي لك اكزامبل. لو بصينا للميثان السي اتش 4، السي اتش 4 عليه 4 بروتونز، الفور بروتونز دول زي بعض ولا لا؟ ده كلهم على كربون، يبقى بالتالي نفس الالكترون كلاود. تمام، شيلدد ولا مش شيلدد؟ ايوه يا دكتور شيلدد، ده الكربون مش هيسحب كتير من الهيدروجين. الله، تمام. فتلاقيه يظهر عند كام؟ عند 0.2 بارت بير مليون، يعني قريب جدا من مين؟ من التترميثاسيلين. جه واحد دكتور قال لي طب احنا هنغير الميثان بميثايل كلورايد، يعني شيلت اتش خليتها سي ال، ده يغير المكان بتاع البروتونز دي. اول سؤال، انا عندي كام بروتون هنا؟ ثلاثة. الثلاثه دول زي بعض يعني كلهم متصلين بالكربون، كربون متصل بالسي ال. طب السي ال عملت ايه هنا يا دكتور؟ السي ال الكترون نيجاتيف اتوم، فتسحب من الكربون، وبالتالي الكربون يسحب من الهيدروجين. الله، يبقى الهيدروجينز دي هيبقى الكترون كلاود عليها عاليه ولا اقل بالمقارنه بالميثان؟ اقل، يبقى نقول عليها دي شيلدت. الله، طب البروتونز بتاعتها دي هتظهر في سيجنال، تظهر عند كام؟ بص عند ثلاثة. يبقى مجرد ما انا غيرت الاستراكشر من الميثان للميثايل كلورايد، الكلورين قدرت تقلل الالكترون كلاود على البروتونز، تعمل دي شيلدنج، فظهر عند ثلاثة. يعني الشيفت حصل من 0.2 لثلاثة. طيب جه واحد قال لي طب انا هغير اثنين، يبقى السيجنال هيطلع فيها اثنين بروتون وزي بعض برضه، بس بدل ما كان كلورين واحده اللي بتسحب بقوا اثنين. شوف المكان ظهر عند مين؟ عند 5.3، يبقى بعد خالص عن التي ام اس. طب لما يبقوا ثلاثه كلور، شوف اللي هو الكلوروفورم، البروتون بتاع الكلوروفورم بيظهر عند 7.2، يبقى نفس الكربون متصل عليها سواء في المثال اربعه بروتون او في المثال كلورايد او مجرد ما غيرت الانفايرمنت الاتاتشمنت الالكترون نيجاتيفيتي بتاعت الاتومز دي الالكترون ويذدروينج جروبس، قللت الالكترون كلاود، خليته دي شيلدد. وما دام دي شيلدد يبقى يبعد، نسميها داون فيلدد، بعيد في الماجنتيك فيلد عن مين؟ عن التي ام اس. بدل ما يظهر عند 0.2 ظهر عند 7.2. طب ولو كانوا 4 كلور؟ ما خلاص بقى ما فيش بروتون، ما فيش هيظهر حاجه. يبقى ده مثال لايه؟ للافكت اوف الكترون ويذدروينج جروبس. كل ما الالكترون ويذدروينج جروبس قربت من الهيدروجينز اللي انا بتكلم عليه، يبقى هتعمل له دي شيلدنج وتسحبه. تمام؟ فده الافكت بتاع الالكترون نيجاتيفيتي على الدي شيلدنج. وده يوريك ان ليه اقدر اعرف معلومات، يعني لما الاقي البروتون عند 7.2 ازاي لما الاقيه عند واحد؟ ازاي لما الاقيه عند اثنين؟ طيب يبقى الالكترون نيجاتيفيتي هي العامل الاول وليس الاخير في التحكم فين؟ في الشيلدنج والدي شيلدنج. طيب ناخد امثله بقى، يعني مثلا كل الالكان ميثايل او سي اتش 3 او سي اتش 2 او سي اتش، دول كلهم هنسميهم الالفاتيك سي اتش بروتونز. عامه دول لو ما فيش اي الكترون ويذدروينج جروبس حواليهم، يعني جزء من الالفاتيك تشين ما فيش اي الكترون ويذدروينج جروب، يعني سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2، كل دول يظهروا فين بقى؟ هنوفر عليك يظهروا من نص لواحد ونص، يعني يبقى قريب، ده شيء طبيعي، قريب من التي ام اس. طيب ده لو هم جزء من الالفاتيك تشين. طب لو اتصلوا بقى بكربونيل، يعني سي اتش 3 او سي اتش 2 او سي اتش دازنت ماتر، اتصلت بكربونيل، الله، ده الكربونيل الكربون بتاعتها اس بي 2، يبقى هتسحب من الكربون دي، يبقى البروتونز دي هتبقى دي شيلد، يبقى بدل ما تظهر من نص لواحد ونص الاقيها تظهر لغايه 2.5. سواء بقى اتصلت السي اتش 3 او سي اتش 2 او سي اتش، اتصلت بكربونيل او اتصلت مثلا هنا بالسي دبل بوند سي، هتظهر هيشام 1.7، يعني تحت ال 2.5 برضه، من 2 ل 2.5. طيب السي اتش 3 اتصلت بأروماتيك، الله، طب الأروماتيك الكربونه بتاعت اس بي 2، يبقى لها عند 2.5. يبقى السي اتش 3 والسي اتش، او اتصلت حتى بتريبل بوند، السي اتش 3 والسي اتش 2 والسي اتش بتظهر من نص لواحد ونص. لو اتصلت بكربونه اس بي 2 او اس بي جنبهم، يعني هم بنفسهم اتصلوا بكربون اس بي 2 او اس بي 3، سوري اس بي، يبقى ممكن توصل لغايه 2.5.
طيب لو كانت السي اتش 3 بتاعتي اتصلت مثلا بنيتروجين يبقى تظهر عند 3 الهيدرو اتومز، اهي سي اتش 2 متصله بنيتروجين تظهر عند 3. طب لو اتصلت باكسجين تظهر عند 4. يبقى شفت كل ده بيعمل لها دي شيلدنج. الكلام ده كله على ايه؟ على سي اتش 3 وسي اتش 2 وسي اتش، سي اتش 3 وسي اتش 2 وسي اتش مكانهم الطبيعي من نص لواحد ونص. اتصلوا باس بي 2 او اس بي كربون يبقى ممكن يوصلوا لغايه 2.5، اتصلوا بنيتروجين يبقى 3، اتصلوا باكسجين يبقى لغايه 4. كل ده كان سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش. طيب الالكاين سي اتش يعني الاتش نفسها على اس بي يبقى تظهر عند 2.5. طب الالكين الاتش اللي على اس بي 2 كربون اصلا يبقى من 5 ل 6. ترتيب مختلف مش ملاحظ؟ مش المفروض ده يبقى، لا هنقوله بعدين ايه السبب. طيب الاروماتيك نفسه بيظهروا فين؟ يعني البروتونز بتاع الاروماتيك بيظهروا من 6.5 ل 9. طبعا ده البنزين بس بيظهر من 7.2، لكن هو في الرينج ده من 6.5 ل 9. تمام؟ طيب دول البروتون اللي متصل بكربون، في اخر بروتون متصل بكربون اللي هو مين؟ الالديهيد، وده بيظهر من 9 ل 10. ده ذا موست داون فيلدد او دي شيلدد بروتون على كربون بيظهر من 9 ل 10. كل البروتونز اللي انا قلتهم من شويه دول انا مش عايزك تحفظه، مع الوقت والتدريب هنقوله 100 مره ونحل عليها كذا مره. دول البروتون اللي على كربون. طب ما في بروتون ما بيبقاش على كربون اصلا، زي ايه يا دكتور؟ البروتون اللي على اكسجين زي الالكوهول الامين والكربونيل، وده بالنسبه للبوزيشن بيبقى فاريبل، يعني ممكن يظهر في رينج عالي. طب هتقول لي ليه يا دكتور؟ عشان الهيدروجين بوندنج، الهيدروجين بوندنج بيأثر على الالكترون كلاب وهكذا. وبيبقى داون فيلد، يعني مثلا الالكول عند 2 ل 5، لكن الفينول من 4 ل 7، الامين بيبقى من 1.5 ل 4، والامايد بيبقى برضه من 4 من 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 6 وطالع. الاسيد بيبقى من 10 ل 12 عالي جدا، والمنطقه دي بتبقى فاضيه. فكل ما تبعد وايه اللي وداها داون فيلد كده؟ عشان هو متصل بالبروتون. يبقى ملخص الكلام هنا، ودي اكتر حاجه هتتقال فيها معلومات وفي الان ام ار، بعد كده هتلاقي الامور مش محتاجه حفظ حاجه ولا حاجه، ان انا عندي حاجه من اتنين، يا البروتون على كربون يا البروتون على اكسجين يا البروتون على نيتروجين، صح كده؟ البروتون على كربون اول حاجه الاليفاتيك بروتونز السي اتش 3 والسي اتش 2 والسي اتش الاس بي 3 بروتونز، ودول لما كانوا بالطبيعه من نص لواحد ونص لو مش متصلين باي الكترو نيجاتيف اتوم، لكن لو اتصلوا باس بي 2 كربون هم او اس بي يبقى سوري او اس بي يبقى يظهر فين؟ اهي الاس بي الاس بي 2 يظهر عند لغايه 2.5، يبقى من نص لواحد ونص اتصلوا باس بي او اس بي 3 اس بي 2 يبقى 2.5، اتصلوا بنيتروجين يبقى 3، اتصلوا باكسجين يبقى 4، كل ده السي اتش 3 والسي اتش 2 والسي اتش. طبعا ده الكلام ده اتصلوا من ناحيه واحده، هنشوف بعد كده لو من ناحيتين بتزيد. طيب في بروتون على كربون تاني؟ البروتون اللي على الكربون نفسها اس بي 2 زي دي مثلا يبقى من 5 ل 6. طب اس بي عند 2.5. طيب البروتون بتاع الاروماتيك الاروماتيك المتصل بالاروماتيك يبقى عند 7 من 6.5 ل 9. طب البروتون اللي على الديهيد من 9 ل 10، دول كلهم كانوا بروتون اللي على كربون. طب البروتون اللي على الاكسجين ونيتروجين وكده، ده بنقول ان المكان بتاعهم فاريبل بياخد رينج كبير، وده نتيجه الهيدروجين بوندنج. السبب الثاني انه بيبقوا دي شيلدد، فاعلى حاجه في الدي شيلدنج اللي هو الكربوكسيليك او الاسيدك بيطلع من 10 12، الامين والالكوهول بيبقى من 1.5 مثلا لغايه 5، الفينوليك بيبقى اعلى من كده شويه، هو والادينيك بروتونز. طبعا ده ملخص بسيط بس هنستخدمه كتير للبوزيشن. يبقى اول حته كنا بنتكلم عليها دلوقتي ايه؟ البوزيشن. يعني هنا لو بصينا للسبيكترم ده، وده اول سبيكترم نتعلم عليه، هنلاقي ان السبيكترم ده لمين؟ للاسيتيك اسيد. لما نبص على الاستراكشر هنلاقي ان الاسيتيك الله ده سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش، يبقى عندي كام بروتون؟ 4، صح كده؟ طيب اي واحد اساله اول حاجه عدد البروتونز 4، تاني سؤال كام نوع بروتون؟ which protons are equivalent which are not equivalent، هتكون الاجابه الثلاثه بتوع الميثايل دول زي بعض لكن مش زي بتاعه البروتون اللي على الاكسجين دي. يبقى بقى عندي تو سيجنالز، لما ابص هنا هلاقي ادي واحده اثنين ثلاثه، ايه ده؟
انت بتقول تو سيجنالز بس يا دكتور، ما تنساش اللي عند صفر دي ايه؟ التي ام اس، فدي بتاع الستاندرد ماليش دعوه بيها. يبقى فعلا عندي اثنين. الله، بص يا دكتور دي واحده اهي، ادي سيجنال اهي عند رقم كام؟ 2 بارت بير مليون، يبقى البوزيشن بتاعها. يبقى تاني حاجه عرفتها ايه البوزيشن. يبقى اول حاجه اتعلمتها هاو ماني بروتونز، هاو ماني بروتون سيجنالز، او هاو ماني بيكس، النمبر اوف سيجنالز، واحد اثنين. تاني حاجه البوزيشن، واحده عند اثنين والتانيه. الله ايه ده، مش على نفس المكان. هو عشان عدت العشره باتنين ونص، يعني عند 12 ونص، فهو بدل ما يكبر السيجنال كده قال لك اوفست باي، يعني فوق العشره دي باتنين ونص، يعني عند 12 ونص. يعني في عندي سيجنال عند 2 وسيجنال عند 12 ونص بالمخ كده. مين اللي شيلدد؟ السي اتش 3 ولا الاو اتش ولا الاتش؟ السي اتش 3 شيلدد، يبقى هي اللي تبقى قريبه من مين؟ من التي ام اس، عشان كده ظهرت عند 2. السؤال التاني من غير ما اعرف اي حاجه اهو. السؤال التاني الاتش بتاعت الاسيديك، دي شيلد، ظهرت عند 12 ونص، مش احنا قلنا الكلام ده؟ طيب لما تبص للسبيكترم، طب ايه اللي على الواي اكسس؟ ده بيبين لك الايه، شكل البيك والكلام ده، فمش هتاخد منه معلومات. طب ايه اللي فوق الهيرتز؟ ده ما يهمنيش، مش بنعتمد عليه، احنا بنعتمد على البارت بريميري. يبقى اول حاجه اعرفها عدد البروتونز، مين فيهم ايكوفالنت مين فيهم نون ايكوفالنت. بعد كده كل بيك ظهر عن فين، عرفنا المكان. طيب ايه اللي خلى السي اتش 3 دي تظهر عند 2 وخلى الاتش بتاعت الاسيد تظهر عند 12 ونص؟ الاتش بتاع الاسيد احنا قلنا دي شيلدد عشان الكربوكسيل بتسحب منها البروتو الالكترون كلاود، فالبروتون ده دي شيلدد اسيدك داون فيلد وات ايفر يو كول ات، ات ويل بي هاير هاير لغايه ما وصلت لغايه 12 ونص، تمام؟ طيب السي اتش 3 احنا قلنا السي اتش 3 دي المفروض مكانها الطبيعي لو هي جزء من الاليفيتك سيستم من النص لواحد ونص. الله، يبقى هنا اهو ايه اللي وصلها لغايه 2 وقلنا ممكن توصل لغايه 2 ونص؟ ان السي اتش 3 دايركتلي اتاتشد على كربون اس بي 2 كارب. يبقى لو انا بصيت على الاستراكشر، احنا في البدايه بنتعلم نبص على الاستراكشر ونفسر الاسبكترم، بعد كده العكس. هلاقي ان تو بيكس، هلاقي ان واحده ظاهره هنا واحده هنا، يبقى ده اول اسبكترم شفته. طيب نبص على واحد تاني عشان نتعلم منه برضه. احنا قلنا في اربع اسرار للان ام ار. يلا يا بطل بص على الاسبكترم الاستراكشر الاول. الاستراكشر ده سي اتش 3 سي دبل بوند او، سي اتش 2 سي دبل بوند او، او سي اتش 3، تمام؟ طيب لو انت اول حاجه قلنا ايه؟ النمبر اوف سيجنالز كام؟ سيت اوف بروتون. هلاقي الثلاثه بروتونز دول زي بعض والثلاثه دول زي بعض، بس هل دول زي دول؟ لا يا دكتور، لا. ليه؟ سي اتش 3 متصله بايه هنا؟ كربونيل، لكن هنا متصله باكسجين، فطبعا مختلفين. يبقى الثلاثه بروتون دول هيطلعوا مع بعض، الثلاثه دول هيطلعوا مع بعض، بس مش زي بعض. طب السي اتش 2 دي؟ الله، ده غيرهم خالص. اولا دول سي اتش 2، يعني الكربون عليها اثنين بروتونز. ثاني حاجه متصلين بحاجات مختلفه خالص. يبقى انا عندي كام نوع من البروتونز؟ الاقي ان عندي اولا عدد البروتونز 3 و2 و3، يعني 8. الثمانيه دول هيظهروا على هيئه كام سيجنال؟ 1 2 3، 3 سيجنالز، وفعلا ادي 1 2 3. طب والتي ام اس؟ دي ماليش دعوه بيها، عند صفر. طيب لما اجي ابص، قلنا يبقى النمبر اوف سيجنالز الايكوفالنت والنون ايكوفالنت تو بروتونز. طيب المكان بتاع السيجنالز، هلاقي واحده عند 2 وشويه 2 و2 من 10، واحده عند 3 ونص مثلا، واحده 3 و8 من 10، يبقى بيحصل بشيلدنج ليهم. طيب لما تبص على الرسم هتلاقيني اول واحده السي اتش 3 اللي على الكربونين عند 2 وكذا. ايه اللي ظهر عند 2 وكذا؟ لان احنا قلنا مكانها طالعه من نص لواحد ونص، لما تبقى اتاتش بكربونين هتطلع لغايه 2 ونص، صح كده؟ طب اللي اتصلت باكسجين وصلت لغايه 4 3 و8 من 10، صح كده؟ طب السي اتش 2 دي اولا دي متصله بكربونين من هنا، يبقى المفروض تظهر جنب دي، لكن في كربونيل ثانيه، يبقى راح سحبتها واحد كمان، يبقى الكربونيل واحده فيهم هتوصلها ل 2 ونص، الثانية توصلها ل 3 ونص، يبقى عشان دي متصلة بناحيتين. يبقى دي أول حاجة تلاحظها، إن في علاقة بين الاستراكشر والمكان. المكان بيرتبط بإيه؟ بالإلكترون نيجاتيفيتي، بالأتاتشمنتس اللي حوالين البروتوس. يبقى ده اللي بيخلينا نتعرف على الاستراكشر. تاني حاجة، طب لما تبص على سبيكترم هتلاقي إن كل سيجنال مش قد تانية في الطول. بس هيجي واحد يقول لي طب ما يمكن الطول بتاع الطول هو الانديكيتور لعدد الهيدروجين، فمثلا دي طويله ودي طويله، يبقى دول ثلاثه، بس دول مش قد بعض. ازاي يبقوا الاثنين ثلاثه ودي اثنين؟
يبقى هي مش الطول. الاكشوالي المساحه اللي تحت المثلث، انت لو كبرت المثلث بتاع السيجنال ده ليه مساحه وده ليه مساحه وده ليه مساحه، مساحه السيجنال نفسها هي الانديكيتور. ففي سيجنال تبقى الارتفاع بتاعها عالي لكن العرض قليل وهكذا. لكن في النهايه لو انت قست المساحه تحت البيك دي والمساحه تحت البيك دي هتلاقيهم قد بعض، وهتلاقيهم ايه بقى، دي قد دي ودي بالنسبه لهم التلتين. ومن هنا بنعرف عدد البروتونز في كل سيجنال. يبقى الانتنسيتي هو ان انت تعين الاريا اندر ذا كيرف بتاع كل سيجنال، ومن الاريا اندر ذا كيرف تقدر تقول دي مثلا بنسبه 3 الى 2 الى 3، يبقى نقدر نقول ان هنا في 3 بروتون، هنا في 2، هنا في 3. النسب هي اللي بتحكم. طيب فدي تاني سر من اسرار، او ثالث سر من اسرار الام ام ار، الانتنسيتي. الانتنسيتي بتاع كل بيك، كل البيكس دي سيجنالز فيري شارب، لكن لو قست الاريا تحتيها وبتديني انديكيشن على عدد البروتونز اللي في كل بيك. يعني مثلا ناخد السبيكتروم اللي بعده، السبيكتروم اللي بعده اللي هو ايه، التيرشر بيوتيل ميثايل ايثر. فانت عندك 3 ميثايل هنا اهو، وادي واحده ميثايل. الاستراكشر اللي بتبص عليها هتقول الميثايل دي زي دي زي دي، متصلين بنفس الكربون لكن مختلفين عن الميثايل ده. يبقى انا عندي رغم ان انا عندي 12 بروتون لكن عباره عن 2 سيجنالز اونلي، 1 سيجنال فيها 9 بروتونز والثانيه ايه 3 بروتونز. فانت لما تبص ادي سيجنال وادي سيجنال، طبعا الرسمه مصغره فانت مش متخيل ان ده مثلث لكن هو مثلث. الجهاز بقى بيديني اوبشن حلو جدا. اول ما بيعدي على البتاع ده، شايف القلم الازرق ده، لما بيعدي بيقيس المساحه ويحولها لنسبه طول، يقيس المساحه ويحولها لنسبه طول. لما اجي اقيس الطول ده مثلا الاقي 1 2 مثلا 2 مربعين، يعني الطول هنا مربعين. طب الطول هنا 1 2 3 4 5 6 بيسز، تمام. يبقى ده نسبته كام لده؟ لو قست الطول ده بالظبط من اول ما بدا يطلع لغايه ما وقف هتلاقي 6 مربعات، وده من اول ما بدا يطلع، ده بنسميه الانتجريتور. ده قلم تاني اللي بالازرق ده بيمشي ويقيس لي المساحات ويحولها للاطوال بنفس النسب. ايه يا دكتور صعبت علينا ليه؟ لا بص، انت عندك 9 بروتون الى 3، يبقى النسبه كام؟ 3 الى 1. يعني لو البيك دي مساحتها 30 سنتي يبقى دي كام؟ 10 سنتي. لو دي 60 سنتيمتر سكوير يبقى ده 20، وهكذا. بس فهو لو لما قاسها لقى دي نسبتها الى دي 3 اضعاف فعمل الاطوال كذلك. فانت عندك 6 سنتيمتر وده 2 سنتيمتر. طب انا هقعد احسب كل شويه يا دكتور؟ لا، الجهاز كمان ممكن يحول لك الارقام ويقول لك البيك دي فيها طولها مثلا 6 سنتي ودي طولها 2 سنتي، فانت تقول 6 ل 2 اذا 3 الى 1. يبقى بنفس نسبه ايه؟ ال 9 بروتون الى 3 بروتون وهكذا. فالانتنسيتي بتقول لي نسب البروتونز في كل سيجنال. لما انا اكون عندي 12 بروتون في المركب وفي 2 سيجنالز، واحده 3 اضعاف الثانيه، اديها لاخوك في 5 ابتدائي كده قول له انا عندي 12 بروتون هنا في 3 اضعاف اللي موجودين هنا، هيقول لك يبقى هنا في 9 وهنا 3. ده طب هتعرف ازاي عدد البروتون اللي في المركب كله؟ ده من الفورميولا. طب هتعرف الفورميولا منين؟ من الاذر تولز بقى. انت فاكر الاليمنتال اناليسيس بيديك نسبه الكربون الى الهيدروجين وهكذا. فلغايه هنا احنا ايه اللي خدناه؟ قلنا البوزيشن وقلنا الانتنسيتي. حساباته بعدين، التدريب على حسابات بعدين، ممكن تدي لك على طول العدد البروتونز. ناخد مثال تاني. المثال التاني اهو، انا عندي المركب ده فيه كام بروتون مع بعض كده، عد كده 3 و2 5 و 6 11 و1 12. يبقى انا عندي في المركب ده 12 بروتون، هل كلهم زي بعض؟ لازم ابص الاقي ان الميثايل دي غير الميثايل دي غير دي، يبقى دي واحده لكن دول زي بعض. ليه يا دكتور قلت ان الميثايل دول زي بعض؟ عشان متصلين بنفس الكربون. لكن هل زي الـ CH2 دي؟ لا. يبقى كام بيك انا عندي؟ هل زي الـ OH دي؟ لا. يبقى 6 بروتونز هنا زي بعض، في الاثنين دول بتوع الميثايلين، في الـ CH3 دي وفي الـ OH، يبقى كام بيك؟ 1 2 3 4، يبقى 4 وفعلا 1 2 3 4. تمام؟ الأربع بيكس هتلاقي أطول واحدة أكيد المساحة بتاع الطول بتاعها 3 سنتي، الثانية 1.5، التالتة 1 إلى نص. يبقى كل نص سنتيمتر يكافئ كام بروتون؟ أها،
اذا كانت البيك دي اصغر واحده اللي فيها ايه بروتون اللي هي الاو اتش، يبقى نص سنتي يعني واحد بروتون. الله، يبقى 1 سنتي كام بروتون؟ 2. 1.5 سنتي كام بروتون؟ 3. 3 سنتي يبقى كام بروتون؟ 6. فعلا دي فيها 6 بروتون، دي فيها 3 بروتون، دي فيها 2 بروتون، ودي 1 بروتون، وهم دول اللي موجودين عندي هنا. يبقى ده اول حاجه. طب انا هسال اسئله للشطار، ليه ال 6 بروتون ظهروا عند 1.5؟ الله، لان ال 6 بروتون دي سي اتش 3 متصلين بكربون عاديه، اي نعم هي متصله بكربون او بس لسه هم مش دايركت ريأكتش للاو، فالاو يعني وصل لغايه 1.5 اخر المنطقه الطبيعيه بتاعته، صح كده؟ لكن بص على السي اتش 3 الثانيه دي اختهم اللي على الكربونين، علشان على اس بي 2، بص ظهرت عند كام؟ ظهرت عند 2.5، 2.2 اللي احنا قلنا الكربونين هتجيب السي اتش 3 لغايه 2.5 ماكسيم، تمام؟ طيب السي اتش 2 دي المفروض تظهر زي دي عند 2.5، لكن لانها قريبه شويه من الاكسجين بص زحزحتها شويه وصلت لغايه 2.6 2.7. طب البروتون بتاع بقى الاو اتش شايف ده وصل لغايه كام؟ 3.8. يبقى دي حاجات تعلمني ان انا لما ابص، اول حاجه عايز اتعلمها اعرف عدد البروتونز الكلي في المركب، بعد كده اعرف عدد السيجنالز او البيكس، كل بروتونز مين اللي بيظهر مع بعض ومين اللي مش بيظهر مع بعض، وده اول ما ابص على الاستراكشر هبدا اتعلم الموضوع دوت. تاني حاجه، ودي لعبه ممكن تلعبها، تقعد تعمل استراكشر وتبص عليه كام بروتون سيت، في كام زي بعض وكام مختلفين، كام سيجنال يعني هتظهر. بعد كده ابدا انمي قدراتي على البروتونز دي تظهر فين، تظهر عند 1 2 3 4 وهكذا مع تكرار الحل، مع تكرار السبكتروسكوب الانتربريتيشن هتبدا تتعرف. تاني حاجه، كل بيك فيها كام بروتون؟ انا عايز اعرف كام بروتون موجوده في البيك، لان بعد كده هدي هتفيدني. يعني هنا لما يكونوا 6 بروتونز هيكونوا ايه؟ يعني 6 بروتون على كربون واحده؟ لا، ممكن يكونوا 2 سي اتش 3 سي او 3 سي اتش 2 مثلا، ده الاحتمال. لما يكون او اتش واحده، يا او اتش يا سي اتش عليها سي مثلا، يعني 1 سي اتش. يعني مع الوقت بتبدا تتعلم انك تنقل بقى من السبيكتروم للاستراكشر. احنا مش كل مره هنديك السبيكتروم والاستراكشر، احنا عشان بنعلمك دلوقتي بنديك السبيكتروم والاستراكشر، بس بعد كده هديك السبيكتروم تطلع لي الاستراكشر اللي هي الريفرس واي، ودي اللي هنستخدمها، تمام؟ فاحنا كده ايه اللي اتعلمناه من الاسرار؟ اتعلمنا السر الاولاني، هاو ماني سيجنالز، كم بيك موجوده في المركب. تاني حاجه، مين الايكوفالنت بي بروتونز ومين النون ايكوفالنت بروتونز. تالت حاجه، اللوكيشن البوزيشن بتاعهم فين. تالت حاجه، الانتنسيتي. فاضل السبليتنج هنقوله المره الجايه. طب لغايه هنا انا عايزك كل ما تبص على السبيكترم تبدا عينك تروح. طبعا اللوكيشن اللي انا شرحته في البوزيشن كل بروتونز بيظهر فين هنكرره كذا مره. الاسرار الاربعه بنقولهم الاول على مستوى بسيط، وبعد كده نعلي ومع البراكتسنج تبدا تحل. طيب ايه اللي اطلع بيه من الكلام ده كله؟ اطلع بيه ان اول ما ابص للسبيكتروم هيبقى قدامي عدد من السيجنالز اعرفهم، اعرف افسرهم فيهم كام بروتون فيهم لغايه دلوقتي، ونكتفي في الجزء دوت بكده. والمره الجايه هندخل بقى السبليتنج ونطبق اكتر واكتر ان شاء الله، و مور ابلكيشنز ويل جيف يو اندرستاند مور اندرستاند ان شاء الله. سلام عليكم.